مدارس أحال قصف قوات النظام خرابا، وأخرى يقطن فيها النازحون واتخذوها مراكز لنزوحهم. كل ذلك لم يمنع المعارضة السياسية من محاولة إعادة الطلاب إلى الأجواء الدراسية من خلال إقامة امتحانات الشهادة الثانوية في المدارس الموجودة مسبقا في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة. تأتي هذه الخطوة كتتويج للجهود العظيمة والجبارة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم الحكومة السورية المؤقتة. نحن في مديرية التربية في محافظة حماة تقدم عندنا لهذه الشهادة الامتحان هذه الشهادة ما يقرب من 750 طالبا. استطعنا أن ننتزع الاعتراف بهذه الشهادة من بعض الدول وأهمها وأهم هذه الدول التركية. حضور الطلاب في هذه الامتحانات لم يرقى إلى طموحات المعارضة، فالكثير من المقاعد فارغة من طلابها، فمنهم من أجبرته ظروفه في النزوح على عدم الحضور، وبعضهم كان سببه في التأخر وعورة الطرق في مناطق المعارضة. يوجد التزام مقبول من قبل الطلاب بالنظام الامتحاني، ويوجد بعض الغيابات، وذلك بسبب المواصلات، انقطاع الطرق من قبل النظام. صعوبات كثيرة واجهت الطلاب خلال هذه الامتحانات، منها عدم الحصول على المناهج الدراسية إلا في وقت متأخر من العام الدراسي، ومنها الحرمان من التقدم للامتحانات خلال السنوات الثلاث الماضية. نحن انحرمنا من التقديم منذ اندلاع الثورة السورية، تقديم البكالوريا بسبب التضييق الأمني. الكتب كانت قليلة جدا، يعني وعانينا كثير معاناة كبيرة، المناهج وطرق التدريس وأساليب التدريس والأسئلة، يعني كانت شاملة للمنهج بشكل كثير كبير ومفيدة جدا. القصف المتكرر والظروف الأمنية القاسية لم يثني المعارضة عن التفكير في حلول لمشاكل التعليم التي يعاني منها كل الشباب السوري. القدس العربي، ريفو إدلب.